وبكره الصبح هاجي لك. اوكي، مع السلامه. باي 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 باي. تعالى بقى اما اوريك استحمى، تاخد دوش، تغير هدومك، تستريح، واحضر لك العشاء. اغير هدومي؟ اغير هدومي. الحمام جاهز يا فندم، اي خدمه؟ لا متشكر، متشكرين قوي. متشكرين قوي قوي قوي. فريد، فريد بيه، فريد اتفضل. ايه ده؟ ايه؟ مش حلو؟ حرام عليك، كده تبردي. ايه اللي انت بتعمله ده؟ انا خايف عليك تجيلك نزلة برد ولا حاجة تنزل لك اللوز. طيب اتفضل اتفضل. اشرب. لا أنا ما بشربش الحاجات دي. اشرب، دي حاجة بسيطة لفرفشة بس. أنا خايف لا تقلب بغم. ما تخافش، طول ما أنا جنبك مش هتقلب بغم أبدا. اشرب. ما تقدرش تتصور أنا سعيدة بيك قد إيه يا فريد. قصدي من يوم ما شفتك وأنت عاجبني. ده كباب؟ كباب ده؟ طلقت جوزي وانا عايشه لوحدي. وحضرتك اللي طلقتيه؟ عينيه كانت زايغه، مع ان كل اللي يشوفني يقول لي مفيش احلى من كده. وانت رايك ايه؟ انا بس خايفه تنزل لك اللوز. ما تخافش، من يوم ما طلقت جوزي وانا عايشه في البيت ده كله لوحدي، مش لاقي الراجل اللي يملاه عليا. ربنا يوفقك ويرزقك بين الحلال لو لقيته. انا عبديه بعناية. حلوة قوي اللحمة دي من كام الكيلو؟ اسمع يا فريد، انا عايزة اقولك على حاجة مهمة قوي. خد بالك من عبد الجواد والعيلة كلها، دول ناس طماعين قوي. لا ما تخافيش عليا، بس هيدا اللحمة دي بتلو بتلو. فريد. نعم. أنا شايفك مش مستريح في القعدة. تحب أشيل لك الشنطة بمعرفتي؟ لا، ده أنا مستريح قوي. حد يبقى قاعد على 3 مليون ومش مستريح؟ أنا مش مستريح قال. أنا هدخلك دنيا حقيقية، هخليك أسعد إنسان. أنا عايز أنام. طيب يا حبيبي. مش كده؟ بس اللحمة دي هايلة. متلو. تصبحوا على خير يا غادة رشيد، ربنا كتر لنا من لحمكم. بسم الله. ثباتك. صباح الخير.
بعد الجواز. ايه اللي مصحيك بدري؟ مش عوايده. اما انا عندي اخبار هايله. امبارح ما روحتش الا لما لقيت لك الشقه المناسبه. طبعا. هو انت لسه مصمم على حكايه الشقه دي؟ اصلي انا نيمان هانم من احلام الكبرى ان يبقى ليا شقه خاصه بتاعتي لوحدي. كم حته سكر؟ سبعه. طبعا ليك حق ان يكون لك شقه لوحدك. مش كده؟ اه. والشقه دي فين ان شاء الله؟ في الزمالك جنبك. تحب تشوفها؟ قوي. هلبس واجي معاك. مفيش داعي، مش عايزين نتعبك. يلا بينا. يلا بينا، انا جاي. ايه رايك في الشقه في العماره دي؟ ها؟ بتطل على النيل وسعرها معقول جدا، 100,000 جنيه بس. 100,000 جنيه بس؟ وانا هشتريها ولا عايزكم فيها؟ اوعى رجلك. هتشتريها طبعا. هشتريها ازاي بقى؟ هشتري حطام في الهوا؟ طب افرض دلوقتي زعلت مع الجيران، اقدر اخد شقتي واروح اي حته انا عايز ايه؟ ها؟ افرض اللي تحتيه حب يهد شقته بقى هو حر فيه، مزاجه كده. ابقى انا وضعي ايه؟ متعلق انا وشقتي في الهوا؟ الجيران اللي في الدور الارضي زارجينه معايا ما رضيش يطلعوني مع السلالم. اعمل ايه انا دلوقتي؟ ابقى انزل على شقتي بالباراشوت؟ ما هو النظام كده دلوقتي، كله تمليك. اذا كان على التمليك بقى يبقى اشتري بيت من بابه. فيلا يعني؟ فيلا مش فيلا ما اعرفش، بس تبقى كل حاجه بتاعتي. الارض بتاعتي والسلالم بتاعتي والجيران بتوعي. وبالمره ابني عشه فوق السطوح اربي فيها شويه فراخ بدل الفراخ بتاعتكم دي، وكمان اعمل فرن اعمل فيه شويه عيش مرحرح بدل العيش ابو زرع بتاعكم ده. نظريه برضو. بعد الظهر هكون دبرتها لك، وبالمره هجيبها لك جاهزه مفروشه. بالسرعه دي؟ يا فريد بيه، بالفلوس تقدر تعمل كل حاجه وبمنتهى السرعه. اتفضل. ادي 5,000 جنيه اهم، مع اللي معاك يبقى 150,000، انا عديتهم 3 مرات. متشكر، الدار امان. نسجل بكره ان شاء الله؟ ان شاء الله. الف مبروك. مع الف سلامه. الله يسلمك. مع السلامه. انا هوصل رسالتك، تمام يا فندم؟ تمام. متشكر. متشكر. السلام عليكم. جنيه عمولتهم 10%، يبقى انا عايز 15,000 جنيه دلوقتي. اتفضل. ايوه كده. ايوه كده. مش تبقى قريبه وحبيبي والسمسر عليا؟ لا سمسره ايه؟ ده انا كنت عاملها لعبه عليهم. مش كده؟ وهو اللي ناخده منهم احسن من عينيهم. ما انا بقول كده برضه. بقول لك ايه؟ نعم. ما تخلي طقم الشغالين والبواب زي ما هم. ايوه ونثبتهم، ما يبقوش ظهرات. استريح انت دلوقتي وانا اجي لك بكره. بقول لك ايه؟ يا لئيم، يا لئيم انت. مساء الخير. دودي مين يا ست انت؟ ما عندنا حد اسمه دودي هنا، النمره غلط. مش فريد بيه؟ انت ما عرفتش صوتي ولا ايه؟ انا نريمان. اهلا يا رمرم هانم. ماني دودي وانت رمرم. رمرم؟
الله اسم دلع يجنن. ألف مبروك على الفيلا. أنا خدت نمرة من عبد الجواد، حبيت أكون أول واحدة تهنيك. عشت يا رمرم الله يحفظك. أنت عندك إيه الليلة؟ لا بقى، أنا الليلة دي في تجلي ما بعده تجلي. ما كنتش أحلم إن أنا وهم هنبقى في يوم تحت سقف واحد. ودي يا مسيد دخلي الحاجات دي في أوضة البيت. حاضر يا بيه. الله، ايه الحاجات دي كلها يا عبد الجواد؟ فريد بيه الغطريفي لازم يظهر في منتهى لبها. امال انا مش لبها، ما انا لبها اهو. يعني برضو يا فريد بيه. بقول لك ايه، ما تاكل فحل البصل ده. لا 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 لا، مالناش فيه ده. طوعني كله، هيخليك زي الحمار. انت حر. قال لي يا عبد الجواد، انت حاسبني في مصر كده من اربع حيطان؟ لا ازاي، ده انا عامل لك بروجرام يجنن. ايه هو؟ المتحف الزراعي، القناطر الخيرية، جنينة الحيوانات. متحف زراعي؟ بقى أنا جاي من الفلاحين، توديني متحف زراعي؟ يا راجل أنت، أنا عايز حاجات من بتاعت الناس العتاولة دي. يا خلبوس أنت. أنا جاهز.